تحت عنوان كيف يمكن للهند أن تساهم في جهود السلام في الحرب الروسية الأوكرانية، كتب الباحث الهندي راجا موهان مقالاً لصحيفة إنديان إكسبرس الهندية، أشار فيها إلا أنه الهند كانت في حالة تردد في انتقاد روسيا بشكل صريح، أصرت على إجراء حوار بين الأطراف المتحاربة فيما رفضت العملية العسكرية برمتها على أوكرانيا. في الاستنتاجات بتوصل الباحث إلى أن الصراع دخل مرحلة جديدة، ربما تلعب الدبلوماسية الهندية في دور يمكن أن يسهم في عملية السلام. أما صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست بتصدر في هونغ كونغ فقد نشرت مقالة بعنوان موقف الهند من حرب أوكرانيا يبدو أقل حيادية وأكثر ميلاً لتأييد روسيا، أشار إلى أن المعاملة الخاصة الممنوحة لدلهي قد تشكك حلفاء الولايات المتحدة وتؤدي أيضاً إلى تفتيت الجبهة المكونة ضد روسيا، وأنه على عكس العديد من الديمقراطيات الأخرى فإن نيو دلهي بتحافظ على العلاقات من خلال السير على حبل مشدود من الحياد، غالباً ما تصر على أنه تفعل ذلك لرعاية مصالحها بالتأكيد. لكن مع ذلك بيرى مراقبون أن هذا بيعتبر موقف هادئ، موقف مؤيد لموسكو.